صباح الخير ميشيل. هالباك ميشيل صار عنده قبول اكثر على انه هو يشتغل بايديه، وبدل ما يكون بس عم يفصلنا عن مقادير معينه او برودكت معينين، صرت تحمست هلا اكثر واكثر انه تفرجينا شو كيف انت بتحضر بعض الاكلات. اليوم اللي محضر هو كاسباتشو ولكن مختلف. عاد انت تقول التفاصيل. كاسباتشو كابريزي. اوكي. مثل ما قلنا من شوي البير، انا التزيت المره الماضيه بالمريول لما عملنا السباجيتي غورغونزولا، فرح نكمل هالاكسبيريونس الحلوه. واليوم رح نحكي شوي عن السوبس. اوكي. فشو هن السوبس؟ من وين جايين السوبس؟ ليه ناكل سوبس؟ كيف كنا ناكل سوبس؟ و in the same time كمان رح نعمل غاسباتشو، رح نعمل كمان غاسباتشو كابريزي. سو سوب، خلينا نحكي شوي عن السوب. بني ادم بياكل سوب من زمان زمان زمان، يعني من وقت ما في هيك في تراس عن البني ادم، شفنا انه من الاساس كان ياكل اما الحيوان اللي كان يتصيدوا اما السوبس. ولكن من بعد اختراع النار او قبل؟ لانه سؤال اللي بيعني انه سوب بارده او سوب سخنه. مزبوط، فعلا لا كان ياكلها السخنه، ولكن ما كان في التناجر. شو كان يعمل؟ كان يبحش بالارض، كان يعمل جوره، يحط مي، يحط اعشاب، يحط كل شيء يلاقيه، اذا قدر يتصيد حيوان كان يحط شويه فات، يحط جزء منه لحومه، ولكن المشكله هي كيف بده يسخنهم. فكان هو لا، كان عنده النار اولريدي، كان يسخن على النار، كان يسخن حجر، اما تحمل حجره يكبها بهالميات، وهالميات هي كانت عم بتحمي السوب، فكان كان من وقتها ياكلها السخنه. اكيد smart. مع الوقت very smart، مع الوقت تطور كل شيء، صار في عندنا تناجر الفخار، بعدين رحنا على كل شيء ميتال وحديد. ونسبه للشوربه البارده اكيد تتاكل اما تنشرب من زمان، ولكن هو كمان نعتبره شوي اختراع جديد، لان كمان الشوربه البارده بتقدر نشربها بارده، بالمعنى انه الحراره اللي موجوده بالغرفه اما مطرح ما الشخص موجود، بس كمان نقدر نبردها، يعني نستعملها مع الثلج. اوكي. غاسباتشو، غاسباتشو هي روسيت اسبانيا، اندلسي، سيفي، جنوب اسبانيا. تيبيكال ريسيبي مع انجريدينتس جيبون الاسبان من امريكا، اللي هن البندوره، الخيار والفليفله. سو الريسيبي هي اليوم سوب بارده، رح نبلش نشتغل فيهم. البرنسيب هو كثير كثير هين. بدنا نخلي كل شيء موجود، كل شيء فيه، كل هال الانجريديون الفريش ما بدنا نشتغلهم كثير، بدنا نخليهم نحافظ عليهم مع كل شيء، كل شيء فيتامين وسال مينيرو، ما رح نغليهم كثير منشان ما يروحوا كل هالكاركتيرستيك. okay. علما انه اليوم الشوربه فعلا بتتاكل بتقريبا كل بلاد العالم. هلا كل بلد عنده الروسيت تبعه حسب الانجريديون اللي هو بيلاقيهم عنده. أسهل شيء بالصين بناكل شوربه مع النودلز فور اكزامبل، اما باليابان اللي جايين من الصين. اوكي. فكل بلد عنده الروسيت والانجريديون تبعه. انا هون عم بحط البندوره. اوكي. فهلا نحن شو رح نعمل؟ رح ناخذ هالانجريديون. It's not a perfect science، بالمعنى ما ضروري أن يكون كل شيء absolutely دوزي وعلى الجرام. فينا ندوق ونمشي. أكيد. ونزيد الأشياء نحن عم نحضر، إذا البندورة حامضة أكثر أو حلوة أكثر. أكيد كل مرة رح تعطينا طعمة مختلفة. في هاللي بيقشروا البندورة أما الخيار، أنا بكل صراحة بحطهم بالكامل. اوكي. اوكي. لان عاده الشري فيها كثير فيها كثير فيبر، فيها فيتامين. اوكي. فانا بحطهم مثل ما هن. هلا اللي عم تعمله، المقادير اللي عم تشتغل فيها هلا واللي عم تعمله هلا هن الستبس التقليديه لتحضير غاسباتشو. مزبوط. انت عم تقول انه رح تحضر غاسباتشو كابريسي. كابريسي اللي نحن بنفكر اوكي، كابريسي السلاد اللي فيها بندوره بيزل وموتزاريلا. وموتزاريلا مزبوط. بندوره موتزاريلا وبيزل. اكزاكتلي. هلا نحن اي مرحله رح تتحول هيدي الغاسباتشو لشيء ثاني اللي عم تقول عنه غاسباتشو
كابريسي. مزبوط. نحن فعلا الجاسباتشو هي عاده البندوره الخيار والفليفله. اوكي نحن هلا عم نكمل الجاسباتشو، بس من جهه ثانيه رح نعمل رح ناخذ التاتش اللي هو رح يعطينا الكابريزي تيست فيها. ما هلا حطيناه لحديت هلا بنحط زيت، اوكي زيت زيتون اكسترا فيير، هذا اهم شيء لان الزيت هو انجريديون اساسي نسبه لنا. هون انا عاده باسبانيا ما بيستعملوا بلسميك فينيجر، بلسميك فينيجر هون التاتش مع الكابريزي. اوكي الخل كثير مهم بهالروسيت. اوكي فحطينا هون هيدي كمان كونسيسيون لايطاليا. رح نحط الثوم. اوكي الثوم عادة من املا من جوا من املا الشلشة. اوكي ف منشان ما يكون فيها الطعم المرة. اوكي وفي بصل كمان، البصل كثير مهمة. كنت عم تقول انه المقادير الاساسية البندورة الخيار والفليفلة هن مقادير امريكية، بمعنى انه بدأوا هنيك بركي مثل البطاطا، ولكن اليوم ومن زمان هالمقادير ما بقى نعرف منهم اساسهم، خاصة انه بلدان مثل اسبانيا بيزرعوا كثير منهم، يعني الطقس ملائم، المناخ ملائم، الارض ملائمة. اكيد هن فعلا اجوا من امريكا اللاتينية مع كريستوف كولوم مع الكونكيستادوريس، اجوا كلهم، اجوا كل هال مش بس الخيار والبندوره وكل هالايتمز اللي عم نحكي عنهم، ولكن كمان اجت الكينوا. هلا نسكبهم هون. كينوا تاخرت شوي. كينوا تاخرت شوي من 10 سنين. هلا عم نشوفها ما عم توقف بقى. اوكي نحن هلا عم نحطهم بالبلندر. نسبة للكونسيستانس إذا منلاقيها كثير جامدة نقدر نزيد لها شوية مي. من الصوت بفتكر إنه صرنا قريبين للنتيجة النهائية. أوكي؟ سو نحن هون صار عنا هلا مين اللي عنا الجاسباتشو؟ عادة هذا الجاسباتشو بنحط من رايحه بنحطه شوي بالبراد. اوكي منشان بنقدر كمان يعني بنقدر نشربه هيك، كمان بنقدر نحطه كمان مع ثلج. ما رح تستوي ابدا ولا البندوره ولا شيء. يعني نحن بلشنا هلا نحضر هذا اولموست دون يعني. اكزاكتلي هذا هو الجاسباتشو اولموست دون. اوكي هلا نسبة للكابريزي نحن عندنا هون عندنا الموتزاريلا. اوكي في حلين، اما بنقدر نحن هون بنقدر نستعمل اما الموتزاريلا فاش اما الموتزاريلا بوفالا. شو الفرق بين الاثنين؟ خبرني. حيوان. اوكي هيدا حليب كثير منيح. نحن هلا رح نخلطهم مع شوية كريم ومع بياض البيض. سو رح نخلطهم رح نحطهم. بعرفك اللي عنده لاكتوز انتوليرنس بيروح بيتجه لحليب ال لاكتوز ميلك. هون دو يو ثينك البوفالا بيساعدهم؟ لا في بالاثنين في لاكتوز، ولكن هاللي كثير مهم هو اذا بدنا نحن اليوم بصير في عندنا حليب بدون لاكتوز. سو انا بفتكر انه لا نقدر نستعمل صار في موتزاريلا مع حليب بدون لاكتوز. سو صار عندنا اور جاسباتشو، عندنا اور كابريزي. رح نجيب الصحون. عندك بهارات على جنب هون ما استعملتها بعد. باردون اوكي رح نبلش نسكب الجاسباتشو نحطه هون. This is starting our gazpacho. أندلسية منطقة فيها شوب بالصيفية، الحرارة بتطلع بسهولة فوق الأربعين. برأيك طيب بوردو يستعملوا الخضرة تبعهم؟ بركي قالوا لك أهين إنه نروح على شيء مسقع، بينما الناس الصحراويين بيقولوا لك لا نشرب شاي، لأنه حتى إذا شوب وبتشرب شيء سخن بتنزل الحرارة بقلب جسمك. فشو هل هي قصة حرارة أو هي قصة بس هيك بفضلوا الطعمة أو عبالهم يغيروا؟
هي فعلا ما درناه لانه بالسوب في كثير في كثير كاتيجوري في الكاتيجوري تبع السوب كولد في السوب السوب الهوت اوكي وفي كمان عندنا السوب اللي بتجي مع مع اللحمه مع الخضره اتسيتيرا السوب كولد اكيد هي بتناسب اكثر بالصيف من بالشتاء فاليوم نحن اليوم عم نعمل صرنا اخر صيف عم نعمل السوب البارده ولكن قريبا بنفوت على السوب السخنه السوب البارده عاده ما بتتاكل ما بتنشرب بالشتاء هي اكثر بالصيف عندهم في كثير شوب فاكيد هالشيء بيناسب كثير هلا نحن هون صار عندنا بدنا رح نعمل ايمولسيون اوكي مع ال مع مع الكريم والبيض اوكي رح نخلطهم منيح سوا نقدر كمان نحطهم بال بالبلندر اوكي بدنا نعليهم شوي هلا بعد ما استعملنا السبايسز في عندنا شوي سبايسز رح نحط السبايسز هيدا في عندنا كومان في عندنا الحار اوكي وفي عندنا بابريكا اوكي رح نحطهم اهم شيء هو البهار والملح اللي هو اتس ابسولوتلي اسينشال سو نحن ما حطيناه هون بالجازباتشو نحطهم هون شويه ملح البيض رح يبقى ني نو نحن هلا رح نعمل له الايميسيون رح نعلي شوي هذه هي ونحط لها شوية حار كمان شوية حار الليتل بيت خلينا نزيد بعدين أنا بحبها باي ذا واي أوكي شوف شو عم بيصير شوف شو عم بيصير هونيك في ترويقة من نوع آخر هلا رح نشوفها سوا Fresh and healthy fruits in the morning عرفت إنه رانيا بتحب السفرجل واو هلا جي لعندك جي لعندك رانيا وانا كمان ولا مره يعني عاده بتنطبخ بالنسبه لي هلا هلا I'll try good ف رح نرجع بعد بعد لحظه رح نعمل هلا الايميسيون حضرناها رح ناخذ بريك رح ناخذ بريك ميشيل yes. وبعد البريك بتكون انت شهلت شوي بنكمل yes. مع المشاهدين absolutely نحن هون عملنا هالإيميسيون هلا شيء أساسي هي نقطة زيت Thank you رانيا قصتها هي ورقة الحبق نهائية هذه صغيرة تطلع مهضومة أكثر هذه شوي كبيرة لي وحده مهضومه بس زيت هلا بدنا ندوقهم معقوله برايك عمي رانيا بدنا نحط سفرجل على جنب وندوق السوب ما فيني يا طيبين ايه بدوق السوب اكيد كم تيستينج اليوم عندي شي 3 4 تيستينج اذا الله راد كم ودي ليه تفضل ليك قد ايه بغنجوني شيء اللي عندي حط هول على جنب شوي على مضض يعني قولي لي شو رايك طب I'm spoiled You are spoiled يلا يعني المفروض تكون ابرد شوي ما معقول سي بون ما معقول فنان انت فنان بدها بدها شوية تلج effectively مع تلج بتطلع باردة بتطلع فظيع واو ثانك يو أنا رح دوق الاثنين هلا ولكن بالبريك نرجع لكم بعد شوي